ناخذ اختنا ام ليث من الزرقاء. صباح الخير يا ام ليث. صباح الخير. يا هلا بيكي. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. صوت حق لكل المظلومين يا رب. يا الله نسال الله ذلك اختي العزيزه ام ليث. تفضلي يا ام ليث. انا والله مشكلتي عويصه. خير ان شاء الله. ابني عمره 14 سنه. الله يخلي لك. وانا حكيت شرحت وضعه اكثر من مره على عند حضرتك. نعم الله الله. اخر مره تعبت فيها اخذته على المستشفى الحكومي عندنا بالزرقاء. نعم. حولوه على البشير ما رضوا يعالجوا، قال ما بيعالجوا تحت عمر 12. لا كيف البشير ما بيعالجوا فوق سن ال 18. نعم. طب وين اروح بابني انا؟ قال ودوني اياه على الطب النفسي. ودوني اياه على الطب النفسي دمره. الولد بطل يشوف، بطل يمشي، بطل يحكي، بطل ياكل ولا شيء. لا حول ولا قوه. رجعنا فيه قعدت فيه ست ايام مستشفى البشير وقسما بالله بالست ايام ما في دكتور اعصاب شافه. لا حول ولا قوه. قال انت مكان ابنك مش عندنا، مكان ابنك بالمستشفى الامراض العقليه. لا. طب انا ابني بيفهم كل شيء، ليش تدمروه؟ ليش بدل ما تسعوا لعلاجه تسعوا لدمار هالطفل؟ ولا لانه ابني الله هيك عمل فيه عم تهمله فيه بزياده؟ ابني هلا عايش على المهدئات وابني في عنده اولويه. طيب للعلاج. شو المطلوب يا ام ليث؟ يعني وين نقدر احنا نخدمك؟ انا هلا ابني بمستشفى المدينه بيقدروا يعالجوه، بس تامينه للاعاقات بيلغوا له الراتب اذا لغيته، راتبه 35 دينار والله بيعلم بحالي انا، قدرته بتكلفني 480 دينار، يشهد علي الله، يشهد علي الله، يشهد علي الله، وما الكم علي يمين يا امة محمد انه ما في بجيبتي غير 10 دنانير مصروف لاخر الشهر لاربع اطفال وعيله وبيت، وانا داخله على كل امة محمد ومين ما بيسمعني اللي بيقدر يساعدني في علاج هالولد لله يعني تعالى يعني يساعدني لله تعالى في علاج ابني. يعني هذا نداء اختنا ام ليث من الزرقاء. ان شاء الله يا ام ليث يعني الخيرونا في الوطن يعني كثر، الخيرونا كثر. على ابني صار شب قدام عيني يا سيد نايف. نعم. قلبي محروق عليه، والله قلبي محروق عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. تفضلي يا ام ليث كملي. والله العظيم انا بشوف الاولاد رايحه جاي على المدرسه وقسما بالله بحس بتمنى ابيع قطعه من قلبي، ابيع عيني بس اشوف ابني متعافي. ان شاء الله انه ربنا بيعافيه وبسلمه ان شاء الله. هذا على سيد يعني سيدنا جلاله الملك ان شاء الله. يعني والله ما ضل يعني سواه. يعني هذه الام كل الابواب. طيب يا ام ليث، يعني هذه الام المكلومه بنتمنى على الاخوان في الديوان الملكي بس ورقه صغيره هيك، بس الاسم لابو حسينها، ما بدنا منكم شيء انتم. هذه لو وصلت لجلالة الملك أنا على يقين تماما أنه لن يتأخر ساعة في إصدار تعليماته في العلاج. أم ليث. نعم. أول إشي العلاج على حساب القوات المسلحة بمكرمة من جلالة سيدنا الله يطول عمر أبو حسين. يا الله. خليكي معي، لك تأمين ولابنك تأمين، وسيعالج على نفقة القوات المسلحة الأردنية في الخدمات الطبية في مدينة الحسين الطبية. هذا الصرح الطبي الذي عندما نستذكره نستذكر الراحل الكبير الحسين بن طلال بان الأردن الحديث والمسيرة الهاشمية مستمرة من عبد الله الأول وحتى عبد الله الثاني المعزز أطال الله في عمره. فلذلك دائما الرهان على قواتنا المسلحة، لأنه القوات المسلحة يعرفون في الرياضيات شيء واحد، شيء واحد يعرفونه في الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، مش مساوي ثلاث. ما في على طول تلفون قال خلص علاجها موجود. فلذلك لما نراهن على المؤسسة العسكرية نراهن على الرجال الصناديد، ونراهن على أبناء هذا الوطن الحقيقيين الذين يعكسون الصورة الطيبة ويعكسون الصورة الحقيقية عن النهج الهاشمي، عن نهج نظامنا. مش اخواننا في الديوان الملكي المكتب الاعلامي حاطين راسهم نايمين على البي بي سي وعلى السي ان ان وعلى سكاي نيوز، تابعوا هذه مشاكل الخدمات وقضايا الناس. نلتف حول القائد كالعاديات ضبحة. احنا مو من بلاش، لما منحب ابو حسين ومنحب العاملين باخلاص مع ابو حسين. هذا مشعل الزبن اليوم بكره بعد بكره بروح، لكنه يبقى ابن وطن حقيقي. فلذلك بكل فخر وبكل اعتزاز لما خاطبني الآن وكلمني رئيس هيئة الأركان بقول له شكرا، ووسام الحقيقة الدولية لهذا اليوم لقواتنا المسلحة الأردنية الباسلة، الجيش العربي الذين نسأل عنهم في اللطرون، ونسأل عنهم في 48، ونسأل عنهم في الشيخ جراح، ونسأل عنهم معركة الكرامة. لم يخوضوا معركة واحدة وخسر بها الجيش العربي، لم يخوضوا معركة
لا يطلع واحد يقول لي 67، السبعة وستين على القيادة لم تكن أردنية، قيادة الجيش لم تكن في 67 أردنية. فلذلك تحية للجيش، وأنا فخور بقواتنا المسلحة وفخور بكل أجهزتنا الأمنية.